مساء الخير، صباح الخير اعزائي المشاهدين. حسابك انتوا بتشوفونه في النهارده ان شاء الله معانا لعبه يورو تراك. انا راح نلعبها مع بعضينا. طبعا انا بتاسف ان انا كنت منقطع، يعني ما بنزلش فيديوهات بسبب حصلت عندي ظروف، والجهاز اللي انا كنت بصور بيه باظ. فانا يعني كنت جددت، يعني اشتريت جهاز تاني، وان شاء الله انزل لكم حلقه بالمواصفات للجهاز اللي انا اشتريته. بس اللاب اللي انا كنت مصوره قبل كده فباظ، فما كنتش عارف اصور ولا منتج ولا اعمل اي حاجه. فانا اشتريت جهاز تاني. ان شاء الله الحلقه اللي جايه انزلكم المواصفات بتاعته والامكانيات. يعني طبعا واجهه مرسيدس من جوه زي ما احنا متعودين عليه. وان شاء الله انكم تستمتعوا بالفيديو، بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان نستمر بنشر فيديوهات اكتر واكتر. واستمتعوا.